سلام، كيفكن؟ فيديو اليوم كتير سريع، بدي احكيكم فيه على 3 منتجات غيرت رأيي عنها. في اشياء كنت حبها وصرت ما حبها، وفي اشياء كنت ما حبها وصرت حبها. اذا حابين تعرفوا شو هن هالثلاثة برودكتس خليكن عم بتابعوني. اول شي حاحكي عنه هيدا البالم من كلينيك، اسمه تيك ذا داي اوف. ليكو قدام استعملته لدرجة انه راح نحكي عنه. شوفوا صراحة هيدا أول ما جبته في عاملة فيديو ديمونستريشن، ححط لكم لينك له تحت. أول ما جبته ما كتير حبيته، هو بشيل الميك اب بس مش إنه بشكل 100%. قلت لكم ما في شيء بشيل الميك اب 100%، بس بشيله تقريبا بنسبة 85%. وأول شيء أول ما جربته ما حبيته لأنه بيترك طبقة مزيتة على الوجه، بس هلأ لما صرت عم بستعمله تقريبا بشكل يومي كتير عم حبه. عم حب انه بيترك طبقة على الوجه، بحسه بيعطي نوع من الترطيب، بشيل مثل قلت لكم 85% من الميك اب، اكثر شيء الفاونديشن، الحواجب، الحمرة، اذا في اي شادو، اذا في كحل، بس ما بشيل الرموش. اذا في ماسكارا بتكون لا تستعمله ميك اب ريموفر بقطنه وتشيله الماسكارا. سو هيدا الشيء كنت ما حبه وصرت حبه، بنصحكم تجيبوه، بضاين كثير. انا عندي صار 3 سنين كثير بضاين. تاني شي كنت ما حبه صرت حبه هو هيدي الماسكارا من اسنس، اسمها فوليوم ستايلست 18 اور وير لاش اكستنشن ماسكارا وذ لينثنينج فايبرز. هيدي هي، وهيدي ريشتها كتير صغيرة ورفيعة. اول ما جبتها صراحة ما عجبتني وحسيتها فقيرة، وحسيت الباكجينج رخيص والماركة اسنس ما سامعة فيها. Anyways، اول شيء ما عجبتني. سو بعدين صرت اشوف كثير بلوجرز ويوتيوبرز عم يحكوا عنها انه هي ماسكارا ما في منها، وانه هي دراج ستور وممتازه الكواليتي تاعتها، فقلت لأرجع اجربها مره ثانيه وصرت استعملها. صراحه كثير عجبتني، سوادها كثير حلو، بتضاين تقريبا 8 ساعات ل 10 ساعات، بتعطي طول للرموش. انا هلا حاطه منها اليوم، مثل شايفين تعطي طول للرموش بس ما بتعطي كثافة، بتعطي طول. بتضاين، سوادة حلو، رخيصة، وشو كمان، وبس. سو كنت ما حبيبتها وصرت حبيبتها. اذا حابين جربوها بنصحكم to go ahead. اخر شي حاحكي عنه ومستحيل منكم كتير لانه كذا فيديو قالت لكم انه هذا البرودكت كتير منيح، وهي هيدي الماسكارا من تو فيست اسمها Better Than Love او Better Than Sex. بمنطقة الخليج اسمها هيك، ومنطقة بامريكا وباوروبا اسمها هيك. Anyways، جايبتها بالموديلين، موديل الماسكارا العادية وموديل الووتر بروف. صراحة أول ما جبتها كنت كتير حبها، وكنت يعني لدرجة إنه هيدي الماسكارا ما في منها عن جد، إنه بتعطي فوليوم، بتعطي كثافة. حفرجيكم ريشتها شو حلوة، بتعطي سواد ما بيفهم للرموش، بتغطي الرموش من أول العين لآخرها، كتير حلوة. بس تلحق وتنشف، اللي هو بعد شي شهرين تقريبا بس تنشف، بتصير بس تحطوا الماسكارا حلو كتير شكلكم، بعدين آخر النهار بتصير تحت عيونكم هون كله ماسكارا. وجربتها بالموديلين، وبالموديلين عملت هيك. فأنا بعتذر من كل اللي صدقوني وراحوا اشتروا منها. I'm sorry to tell you that it is not good. يعني بدي اعتذر منكم، بس هي منا ماسكارا بتستاهل حقها. فيكم تجيبوا ماسكارا من السوق مش هالقد غالية، وتعطيكم إفكت أحسن وبتضاين أكتر، وأكيد أكيد أكيد ما بتهر تحت عيونكم. يعني أنا ما بصدق إنه بعد في ماسكارا بال 2018 حنصير بعد هيك بتعملوا ببيعوها بالسوق. Anyways، هول هن 3 برودكتس اللي بدي أحكي عنهم لليوم. مثل ما قلت لكم فيديو سريع. الكلينيك اكيد منه رخيص، بس بضاين كتير. عم قلكم صار له عندي 3 سنين، وصراحه انتم لا تستعملوه بدكم ليكو قد ايه هالقد بدكم لتصوبنوا كل وجهكم. سو بضاين كتير، بنصحكم تجيبوه. يمكن حقه 40 دولار او شيء هيك، بس بيستاهل حقه، بضاين يعني من السنتين وطلوع. اوكي. هيدي صراحة ما بعرف قد ايه حقها، بس بعرف انه رخيصة، من ماركة اسنس. ما بعرف اذا في منها بلبنان، بس في منها بدول الخليج. واخر شي ما بنصحكم ابدا تقربوا عليهم، هن هول الماسكاراز من تو فيست.
نو. وهذا كل شيء فيديو اليوم، بشوفكم فيديو الجاي، بتمنى تكونوا استفدتوا، وإذا مجربين منهم هول البرودكتس الثلاثة قولوا لي شو رأيكم فيهم، ويلا باي.